الانبساط بالانتبوت تمام؟ السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هناخد لكمه جميله جدا اظن الكل بيحبها، وهي من اقوى تمام وافضل اللكمات في عالم الفنون القتاليه، مشهور بيها جدا المعلم طبعا الكبير ييب مان اسلوب وونج تشون، وكمان بروس لي في الجيت كوندو، لكمه 1 انش بانش. هي اتسمت طبعا 1 انش بانش تمام، لان انا بضرب من على مسافه الانش، من على مسافه الانش بدي الضرب تمام. طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، نشرح الحركة بتاعتنا. رقم واحد، ازاي تضم القبضة بشكل صحيح. كف ايدي مفتوحة اهو تمام، هبدأ ان انا اضم الاربع اصابع الاولى في صف واحد بالشكل ده، ثم اتمم على الضمة بتاعتي، القبضة بتاعتي بالشكل ده اهو، يبقى بقفل وبضم بزيادة، ثم بجيب طبعا اصبع الابهام بتاعي اهو وبخليه يبقى فوق الاربع اصابع عشان يديني ثقل تمام. محدش يعمل كده، يجيب الاصبع ده تحت، ومحدش يجيب الاصبع ده بالجانب بالشكل كده، لا هنا ممكن يحصل خطورة الاصابع تمام. ضم القبضة بشكل كويس اهو اهو. طيب بعدين بنفخ هنا، ما ينفعش الهواء يعدي، لو الهواء عدى لا ده غلط، دايما وانا بضرب لازم تكون ايدي قوية عشان ما يحصلش اصابات. ببدأ بس ان انا اخلي ايدي فيها فراغات هواء بسيطه جدا لو انا لسه بتمرن ريلاكس، لكن طول ما انا خلاص هعمل قبضتي او هضرب في خصم او في ساند باج لازم تكون قويه. حلو قوي. نيجي بعدين بقى للوقفه بتاعتنا تمام، والتدريب بتاعنا. رقم واحد، ما ينفعش اقف الوقفه ديت، لا افضل وقفه ليا اخلي فيه قدم قدام واخلي فيه قدم للخلف تمام. طيب لاحظوا معايا ان انا بضرب قوه جسمي كلها في اللكمه دي. طيب نبدا رقم واحد، ان انا هعمل ايه؟ هقرب من الساند باج او من المت بالشكل ده، وهفرد ذراعي وهحط صوابعي كده، هقرب صوابعي من المت بالشكل ده، يعني هتلامس معاه او اقل ايه حاجات بسيطه تمام. هبدا دلوقتي بقى ان انا هعمل الجزء الثاني، ان انا ارجع ورا خالص ونشوف شكل الحركه اللكمه. شكل اللكمه بتاعتي عباره عن ايه؟ ان انا ايه، بصوا، هنزل واطلع تاني، داون انزل واطلع، اكن دي راس افعى اهو. بص معايا تاني اهو، بنزل تحت قرب يا مصطفى وبطلع، ها بنزل بطلع. حلو قوي. طيب لما اجي انزل تحت، اول ما اطلع اروح سلو موشن بالراحه تاني، ها انزل تحت بالشكل ده واروح للامام. طيب هنقف بس لحد هنا، وفي حاجة مهمة جدا لازم نعرفها، هي ليه اللكمة دي قوية جدا اللي احنا هنعملها طبعا دلوقتي. عاش حبيبي، انا اسف جدا. طيب احنا عايزين نعرف ليه اللكمة دي قوية جدا. هي قوية جدا لان اللكمة دي انا ممكن اضربها في القصبة الهوائية، تبقى خطيرة قوي، تبقى قوية جدا لو انا هضربها في منطقة فم المعدة سولار بلاكسس هنا، او تحت الحزام تمام، او في الوجه في العيون، فهي بتبقى خطيره عشان انت بتضربها فين بالظبط، وكمان عشان انت بتاخد قوه جسمك كلها فيها تمام. طيب نرجع بقى نكمل، يبقى احنا كده خدنا جزئين في الحركه. الجزء الاول ان انا سابب بالشكل ده اهو، الجزء الثاني دلوقتي برجع ورا بالشكل ده. حلو، ها بنزل القبضه واطلع، بعدين انزل القبضه ها واروح بايدي، ابدأ اقوي شوية اهو، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة اربعة اهو شايفين، خمسة ستة سبعة وهكذا، يبقى كده اتمرن على اللكمة كتير. يبقى الجزء الاول اهو واحد، تاني وان، ده الجزء الاول. الجزء التاني ان انا بعمل ايه؟ باخد مسافة اضم القبضة، انزل واطلع واضرب، انزل واطلع واضرب. نيجي بقى للجزء الاخير اللي هو انا هاخد ال1 انش بره مره واحده. ركزوا في حركه ال1 انش بانش، ان انا مش بزق جسم معاها، لكن ممكن وانا بتمرن في البدايه ازق جسم معاها تمام. طيب انا دلوقتي هبدا اتمرن بقى الحركه ازاي. بصوا وانا ثابت كده اهو، هعمل تلامس بسيط ثم اسحب للخلف واضم القبضه. بصوا معايا، اسحب للخلف
وضم القبض. طبعا بتيجي بسرعه يعني، مجرد ما انا سحبت ضميت عملت كده مره واحده، طبعا بتيجي ايه مره واحده اهي. نشوف بقى التكنيك بالراحه خالص. ها واحد اثنين، شايفين بسحب بنزل تحت بطلع فوق اهو، بنزل اهو بص بسحب تحت بلف على القبض اهو كده. ابدا بقى ان انا شد ايدي بالكامل تمام في المت وزق جسمي تمام، انا ثابت اهو بالشكل ده اهو. واحد اوبس، امسك نفسك يا بطل شويه، امسك نفسك شويه تمام، لسه بتمر. يبقى انا ثابت اهو بالشكل ده تاني، ها ارجع اهو واحد وهكذا، ها ازق جسمي عادي، ها اثنين تمام، ها اهو ها ثلاثه. يبقى اهو لازم تدي قبلها سنس لنفسك، سنس ما تعملش حركه بسرعه بسرعه، لا ادي سنس، وقفت بالشكل ده اهو ادي سنس اهو وروح تاني بتمرن اهو. ها واحد هكذا ثابت اهو، ها اثنين، لحد ما تيجي بقى لمرحله انك انت تحاول تخلي جسمك ثابت. هو جسمك بيزق، لكن في اللكمه الاحترافيه ما ينفعش انا بضرب اروح مع جسمي كده، لا انا ثابت اهو بالشكل ده مع المفروض وقع مع ايه السحبه دي، انت جسمك راح في قوه ايدك ثم جسمك ثابت. يعني انت جسمك بيتزق او بيدفع دفعه وهميه اللي هو زي نظام بقوه كده. يبقى انا ثابت اهو بالشكل ده تمام اهو، بص اهو واحد من الانبساط الاثنين كده تمام. عايش دي يا جماعه لكمه الوان انش بانش اللي بتمر عليها كتير، ولكن سيب بقى ده خالص. بصوا بقى يا جماعه لو انا في الفايت طبعا اهو، بصوا طبعا لو جيت هنا خلاص انتوا واخدين بالكم مثلا ايه ماشي بطل ماشي بطل، بديكم مثال. لو انا في المسافه الضيقه اهو، شايفين هنا في المسافه الضيقه هو بطنك يا قوه بطنك اهو، واحد ها اثنين ها ثلاثه، سوري انا بس بضرب بالراحه شويه اهو. بصوا ها في دفع، شايفين بص اهو جسمي ثابت، شايفين تلاقي جسمي ايه وانا هنا اهو ثابت، شايف تلاقي جسمي هنا ثابت. طب انا بلبسه تاتش بسيط حبيبي. يا رب نكون استفدنا. عايش شوف كات.